وفي حي النصر تسود حالة صدمة وحزن عميقة إثر هذه الحادثة التي ما زال التحقيق جاريا لكشف كل ملابساتها. نتابع شهادات لبعض الجيران والسكان القاطنين قرب منزلي الضحية والمتهم لنستمع. يا هذا الولد هذا من نهار اللي تخطف وحنا كيقولنا نحنا خصنا نخرجوا ولادنا كيفتشوا عاملينه في التليفونات ديالنا الولد الحومه ديالنا مشويين عليه حتى حنايا فحال الام ديالو. وحنا سيدي هاد الناس ملي جاوا يسكنوا يالله شهر وشي حاجه عمرنا ما شفناهم لا دخلوا ولا خرجوا نهائيا. حنا تفاجئنا سيدي هادشي راه ماشي سهل على الحومه كامله. حنا ركاب الهيبه دخلت للدار ديالنا ما قدرتش يتنوا ضموا الطاع ديالنا. هذه الحومه هذه عندي 60 عام وانا خلقها الدار عمر هادشي هذا ما وقع في هاد الحومه هذا. حتى شفنا البوليس في الحومه ملي شفنا البوليس في الحومه ما عرفناش الدبزه ما عرفنا والو. حتى شفناه كيابطوه كيغوتوا معاه ملي شفنا سيدي خرج مع البوليس صافي طحنا في الارض كنغوتوا كنرعرعوا. شفنا مشى على الجهاد الرياض عرفنا بان الجريمه كاينه. انا من العائله ديال الولد الله يرحمه عدنان بوشوف سبقنا جينا لهنايا تضمنا واحد المجموعه بينا واحد المجموعه ديال البقاله تضمنا عملنا التصور ديال هذاك المجرم اللي كان ماشي بالعائل باش نفرقوهم ونفرقوهم على البقاله وعلى على القهوي. هذه واحد اليومين جينا لهنايا وشكينا في هذه البلاصه. علاش؟ لان قلنا غير مع راسنا قلنا تبعنا ديك التراجي ديال اللي شفنا في الكاميرات اخر التراجي كان ديك الكرسي اللي كان خاوي. سقسينا ديك السيد اللي كان كيجلس في ديك الكرسي ديك العساس قالنا سبحان الله ديك اللحظه ما كانش تما وقلنا 100% غادي يكون دخل من هذه الزنقه. سقسينا حتى الناس كانوا واقفين هنا قالوا هذه الزنقه ديما كتصفيش ما يمكنش يكونوا دخلوا من هنايا. قلنا يمكن يكونوا هبطوا من هنايا شي طوموبيل يمكن كتسناهم الشارع فاس على حسب لان اخر كاميرا هي هذه راه اون فاس ديال هذه الزنقه هذه. وشني قالوا الناس؟ قالوا راه المخزن راه النهار الاولاني دا السيد دا الكاميرات بمعنى ان راه كتضيعوا الوقت ديالكم هنا راه عندكم احسن مخزن. حنا بالاحساس ديالنا حسيت هو السيد محفوظ فين هو. ها هو قلت لهم اما هذا قريب بزاف واما بعيد بزاف.